بيان سر قوله صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. كل طاعة تنتظم من نية وعمل، ولكل منهما أثر في المقصود، وأثر النية أكثر من أثر العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى هي صفة القلب. فمن هذا الوجه يجب لا محالة أن تكون أعمال القلب على الجملة أفضل من حركات الجوارح. يعني الله قال: الذبح الأضاحي لن يستفيد منها الله، وإنما الذي يريده هو ما يقر في القلب، ما يستقر في القلب من التقوى. لذلك يجب أن تكون النية أفضل ما يكون. يقول الغزالي: فهكذا يجب أن ينبغي أن تفهم تأثير الطاعات كلها، إذ المطلوب من الطاعات ليس الحركات الظاهرة، وإنما المقصود منها ما يحدث من تغيير على القلوب وعلى صفات القلوب دون الجوارح. لذلك قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك يقول الغزالي: لا تظن المقصود من السجود مجرد الجمع بين الجبهة والأرض، فهو عادة كل الناس يفعلونها، وإنما المقصود به تأكيد صفة التواضع في القلب. فمن يسجد على الأرض غافلا عن الله وقلبه مشغول بأغراض الدنيا، لا تكفيه أن يضع جبهته على الأرض، فلا يعتبر سجوده مقبولا حتى يستشعر استصغار نفسه واستعظام الله عز وجل. وكذلك كما قال يقول الغزالي في عن القربان والأضحية، يقول: فليس المقصود من إراقة دم القربان الدم واللحم، بل ميل القلب عن حب الدنيا وبذلها إيثارا لوجه الله عز وجل. وهذه الصفة، يعني صفة ميل القلب عن الدنيا، حصلت عن جزم النية والهمة، وإن عاق عن العمل عائق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن قوما بالمدينة قد شاركونا في جهادنا. قال: لأن قلوبهم صادقة في إرادة الخير وبذل المال والنفس والرغبة في طلب الشهادة وإعلاء كلمة الله كقلوب الخارجين في الجهاد، وإنما فارقوهم بالأبدان لعوائق تخص الأسباب الخارجة عن القلب، لذلك أخذوا نفس الثواب. وقد يكون معهم أناس شاركوهم في الجهاد، ولكن قلوبهم مليئة بحب الدنيا والتمسك بها، وكانت بواعثهم لنيل الغنيمة والظفر أو ليعلو شأنهم أمام الناس. فهؤلاء يشاركونهم بالأعمال الظاهرة ويفارقونهم ببواعث القلبية، لذلك هؤلاء لا يشركون يشاركونهم في الأجر. أما أولئك الذين فارقوهم بالأجساد وشاركوهم في القلوب يشتركون معهم في الأجر. ثم ينتقل الإمام الغزالي ليبين أن الأعمال تختلف بحسب تأثير النيات فيها من عدمه، ويقول: الأعمال أن تنقسم أقساما كثيرة، من فعل وقول وحركة وسكون وجلب ودفع وفكر وذكر وغير ذلك مما لا يتصور إحصاؤه واستقصاؤه. ولكن يمكن أن نقسم الأعمال من حيث تأثير النيات عليها إلى ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول المعاصي، القسم الثاني الطاعات، القسم الثالث المباحات. نبدأ بالقسم الأول المعاصي. قال: المعاصي لا تتغير عن موضعها بالنية. يقول: فلا ينبغي الجاهل أن يفهم الجاهل أن المعصية تتقلب طاعة بالنية. مثال: يغتاب إنسان ويقول: أنا نيتي كذا، أو يطعم، يسرق ويطعم فقير. أنا الغاية، الذي يقولون الغاية تبرر الوسيلة، هذه ليست قاعدة إسلامية، هذه قواعد براغماتية وليست قواعد الإسلام. يبني مدرسة أو مسجد أو رباطا بمال حرام وقصده الخير،
قال: هذا كله جهل، والنية لا تؤثر في إخراجه من كونه ظلما وعدوانا ومعصية. يقول: فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون المعاصي، إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد، والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد، أما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا. تمام؟ قال: ولا نقول النية تؤثر في درجة المعصية، النية تؤثر في درجة المعصية، فإذا اجتمعت على المعصية نيات كثيرة فاسدة دفعت على المعصية، تكون هذه المعصية أسوأ بكثير. مثلا قتل رجلا لأنه مسلم ولأنه عالم ولأنه كذا، يعني اجتمعت عدة أسباب للجريمة كل، فأصبح الجريمة من أفظع ما يكون. قتل رجلا بالخطأ أنقص درجة، قتله لأنه ظن أنه سرق ماله، قتله، إذا هناك درجات للمعصية، كلما اجتمعت القصود الخبيثة مع بعض كلما كانت درجة المعصية أسوأ. تمام؟ وهذا طبعا حتى في علم القضاء يدرس، في علم القضاء ويدرس عندنا في علم الفقه، ويدرس هنا معنا في المقاصد وفي وعلوم التربية. إذن هذا القسم الأول المعاصي. القسم الثاني الطاعات، والطاعات مرتبطة بالنيات في الأصل، وتتضاعف فضائل الطاعات بكثرة النيات الصالحة. الأصل في الطاعات أن ينوي بها وجه الله عز وجل، فإن نوى الرياء أصبحت معصية، ويتضاعف ثواب الطاعة بكثرة النيات الصالحة، فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة، فيكون له بكل نية ثواب. مثال: القعود في المسجد طاعة بحد ذاته، يمكن أن ينوي في القعود في المسجد نيات كثيرة، فيصير قعوده في المسجد له عشرات أو مئات الثواب. ما مثلا من قصدي أن يعتقد أنه بيت الله وأنه داخله زائر لله، فيقصد به زيارة مولاه رجاء لما وعده به، هذا القصد الأول. وأن يقصد انتظار الصلاة بعد الصلاة فيكون في جملة انتظاره في الصلاة، وأن يقصد في جلوسه في المسجد كف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات، فإن الاعتصام كف وهو في معنى الصوم. 4. عكوف الهم على الله ولزوم السر للفكر في الآخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال في المسجد، 4 نيات. النية الخامسة التجرد لذكر الله لاستماع ذكره وللتذكر. النية السادسة أن يقصد إفادة العلم بأمر بمعروف أو نهي عن منكر. 7. أن يجد يستفيد أخذ له في الله، فهذا غنيمة وذخيرة للآخرة، والمسجد معشش لأهل الدين المحبين لله وفي الله. النية السابعة. النية الثامنة أن يترك الذنوب حياء من المسجد وحياء من الله. تصور جلوس في المسجد فيه 8 نيات، فأصبح 8 أعمال صالحة. يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: من أدمن الاختلاف إلى المسجد رزقه الله 7 خصال: أخا مستفادا في الله، أو رحمة مستنزلة، أو علما مستظرفا، أو كلمة تدل على هدى، أو تصرفه عن ردى، أو يترك الذنوب خشية أو حياء. يقول الغزالي: فهذا طريق تكثير النيات، وقس به على سائر الطاعات والمباحات. واضح؟ ننتقل للنوع الأخير وهو المباح. إذا قلنا المباح، وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالي الدرجات. نأخذ على سبيل المثال استعمال الطيب. استعمال الطيب مباح، ولكن لا بد فيه من نية. فمن يتطيب مثلا ليوم الجمعة ويتطيب يثاب،
طيب هو من عادته الطيبة يتطيب ليوم الجمعة ولسائر الأوقات، يتصور أن يكون قصده إظهار التفاخر بكثرة المال يحسده الأقراب فيصبح معصية، أو يقصد به رياء الخلق ليقوم له الجاه في قلوبهم، أو ليتودد به إلى قلوب النساء الأجنبيات إذا كان مستحلا للنظر إليهن، وكل هذا يجعل التطيب معصية. أما إذا تطيب ونوى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ونوى بالتطيب تعظيم المسجد واحتراما بيت الله، وقصد أن يروح جيرانهم ليستروحوا في المسجد عند مجاورته بروائحه، حبب الناس في المسجد برائحته الجميلة، أو أن يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين، لأنه قد يغتابوه إذا كانت رائحته سيئة فيعصون الله بسببه. إذا كانت هذه نياته انقلب عمله المباح لطاعة. قال: والمباحات كثيرة ولا يمكن إحصاء النيات، فقس بهذا الواحد ما عداه. أعطيناك مثال قس عليها. بهذا القدر إخواني الكرام نصل إلى نهاية هذه المحاضرة والتي خصصناها للحديث عن مقاصد المكلفين ونظرية الباعث عند الإمام الغزالي. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة. أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.